منتصف ليلة دوحة، نحييكم من مركز أخبار قناة الكأس الرياضية. نشرة يوم جديد وإليكم أبرز العناوين. منتدى قطر لاستمرارية الأعمال يشيد بقوة الاقتصاد الوطني وبقدرته على استكمال المشاريع المونديالية الكبرى بكفاءة عالية. في ثالث جولات دور السلة، العرب يتخطى الشمال والوكرة يتفوق على الريان. في النشرة أيضا، مجلس الأمة الكويتي يجيز القانون الجديد للرياضة تمهيدا لرفع الإيقاف الدولي. أهلا بكم. أثنى لفيف من الخبراء على قيمة التجربة القطرية في التعامل مع المتغيرات والأزمات ونجاحها اللافت في استكمال مشاريعها الضخمة ذات الصلة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم. جاء ذلك على هامش منتدى قطر لاستمرارية الأعمال الذي عقد في العاصمة الدوحة في حضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. كلما كبرت التحديات وتنوعت الرهانات كلما نجحت قطر. حدث هذا في منعطفات سابقة ويحدث الآن والدولة في سباق نحو موعدين، كأس العالم شتاء 2022 والرؤية الوطنية 2030. بهذه العناوين انطلقت النسخة الأولى لمنتدى قطر لاستمرارية الأعمال تحت عنوان يختصر في كلمتين: ثبات وإنجازات. سجل المنتدى حضور وزارة الطاقة والصناعة وعدد من المؤسسات والجهات الرسمية تتقدمها اللجنة العليا للمشاريع والإرث. لم نعمد إطلاقا على تنفيذ البنود القاهرة في العقود، لأننا نجحنا ولله الحمد باستمرارية الأعمال. خلال المنتدى أشاد الخبراء بالتجربة القطرية في التكيف مع المتغيرات والأزمات وبقدرة صناع القرار على التعامل مع ظروف طارئة كالحصار الجائر المفروض منذ يونيو الماضي. منتدى استمرارية الأعمال كشف بلغة الأرقام أن الاقتصاد الوطني سيكون الأعلى نموا في المنطقة مع نهاية هذا العام وسيقفز بنسبة تصل إلى 2.5. ما في شك أي شركة أو مؤسسة كبرى وخاصة استراتيجية في دولة قطر لديها هذا النظام اللي هو نظام استمرارية الأعمال عشان يعني يساعد هذه المؤسسة الشركات على تفادي أو تخفيف أثر أي أزمة صارت، منها أزمة الحصار اللي حصلت. في مشاركتها المتميزة أبرزت اللجنة العليا للمشاريع والإرث ما أنجز في الفترة الأخيرة من مشاريع ذات صلة بالمونديال، وأكدت في سياق مداخلة المدير التنفيذي لمنشآت البطولة يوسف المصلحة تواصل الأعمال بالنسق المحدد والذي يؤكد التزام الدولة بما تعهدت به أمام العلم. لمركز أخبار قناة الكأس، محمد زجار، الدوحة. ارتفعت حدة المنافسة في الدوري القطري لكرة السلة مع الدخول في منعطف الجولة الثالثة. العربي حقق فوزا مستحقا على الشمال في حين سجل الوكر انتصارا مثيرا على الريان. في المباراة الأولى كان العربي الطرف الأفضل خلال فترات اللقاء، حيث تأثر الشمال بغياب محترفيه، ونجح العربي في إنهاء المباراة لمصلحته بفارق 16 نقطة وبنتيجة 81 نقطة مقابل 65. نعرف الشمال اللي في الفترة هذه استغلت الفرصة وغيرت ثلاثة محترفين، وعارفين الشمال جاي انه مباراتين خاسرهم، فالمباراة هذه بالنسبة لهم كثير مهمة، فحضرنا لعيبة نفسانيا انه لازم نستغلوا الفرصة هذه للمحترفين نتاعهم جدد في نفس يلعب سلاح ذو حدين بالنسبة لهم. فالحمد لله كانوا لعيبة مركزين من أول جيم لآخر الجيم، وما سبنا لهم ولا فرصة أنهم يقدروا يرجعوا في المباراة. الحمد لله يا ربي، وإن شاء الله في المباراة الجاية يكونوا أحسن. غيرنا ثلاث لعيبة، وثلاث اللاعبين الله تقريبا الأخير وصل هذه ثلاث أيام، يعني باش ينضبط مع الجو. الدوري القطري خاص مباريات، لأن عندنا بداية سنة متعثرة، وإن شاء الله كنحاولوا مع الشغل ومع التدريب نلحقوا إن شاء الله في المباراة الجاية. على الجانب الآخر، ضرب الوكرة بقوة أمام الريان، حيث أنهى الربع الأول بفارق مريح على نتيجة 29 نقطة مقابل 14. ثم واصل الوكرة تقديم عرضه القوي ليفلح في تحقيق الفوز ب 96 نظير 64 نقطة.
استضافت الأكاديمية الأولمبية القطرية مجموعة جديدة من الدورات التدريبية. تناولت الدورة الأولى منصات التواصل الاجتماعي ودورها في ترويج الخبر الرياضي، كما عقدت دورة ثانية بحثت مبادئ الحركة الأولمبية في المنظومة الرياضية وتأسيس الألعاب الأولمبية للشباب والتطبيقات والإجراءات لانتخابات المدن المضيفة، فضلا عن متطلبات البنية التحتية للألعاب الأولمبية للشباب. يشار إلى أن الدورتين تتواصلان على مدار 5 أيام بمقر الأكاديمية الأولمبية وبمشاركة عدد من الإعلاميين والرياضيين. أعتقد أنه أيضا هذا التعاون اللي صار أيضا ما بين قطر وأيضا وكثير من الدول وبما فيها سلطنة عمان فيما يخص الحركة الأولمبية الرياضية أعتقد جدا مهم. اليوم نحن نتكلم في برنامجنا بنتكلم عن حاجات كثيرة فيما يخص الإدارة الرياضية، عشان أيضا نفهم الإدارة الرياضية أيضا يجب أن نحن نفهم ما هو تاريخ الحركة الأولمبية والحركة الرياضية. شهدت المدرسة الهندية الإسلامية فعاليات برنامج شوت التوعوي. البرنامج تنظمه وزارة الداخلية متمثلة بالاتحاد الرياضي القطري للشرطة والإدارة العامة للمرور وإدارة العلاقات العامة بالوزارة. يقام البرنامج للعام الثالث على التوالي، وهو عبارة عن رسالة توعوية لقواعد المرور لطلاب المدارس من خلال إقامة مباريات مصغرة لكرة القدم واستخدام الإشارات المرورية. هذا ويتواصل البرنامج على مدار 5 أيام، حيث توزع فعالياته على مجموعات مختلفة من مدارس الدولة في إطار التوعية المرورية والتشجيع على ممارسة الرياضة. يهدف البرنامج بخصوص موضوع توعية الطلاب بمراحل بالإشارات المرورية، والهدف منها أن يستفيدون أكثر بخصوص هذا الموضوع. في خطوة تمهد لرفع الإيقاف دوليا، أقر مجلس الأمة الكويتي بأغلبية بلغت 47 نائبا أقر القانون الجديد للرياضة وأحاله على الحكومة. وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان شدد على أن القانون الرياضي الجديد نتاج جهد امتد 4 أشهر بالاتفاق والتنسيق مع الفيفا. وأخيرا تنفس الكويتيون الصعداء بعد إقرار قانون الرياضة الجديد في مجلس الأمة ب47 صوتا من أصل 51، ورفع الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم في محاولة كويتية جديدة لرفع الإيقاف المفروض عليها منذ منتصف شهر أكتوبر من عام 2015. كما رأيتم في الجلسة أظهر الوزير كل الكتب والمراسلات التي تثبت وجوب إقرار هذا القانون اليوم، حتى يطرح موضوع الكويت على اجتماع اللجنة، لجنة ممثلي الاتحادات يوم غد التي سترفع توصية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون إيجابية. ونجحت المساعي الحكومية والنيابية في احتواء أزمة الإيقاف بعد تلبية الشرطين من أصل 3 فرضتها اللجنة الأولمبية الدولية من أجل رفع الإيقاف الكامل عن الرياضة الكويتية. كما أن عندما تم حل الاتحاد بناء على تصويت الجمعية العمومية، إذا الحكومة ردت الاتحادات المنحلة هذا تدخل حكومي، فنحذر الحكومة وقلتها أي عودة للاتحاد المنحلة استجواب الوزير المختص وهو وزير الرياضة. وسيكون مصير عودة مجلس إدارة الاتحاد المنحل برئاسة الشيخ طلال الفهد من عدمه بيد المنظمات الدولية بعد رفض مجلس الأمة إعادة كافة مجالس إدارات الهيئات الرياضية المنحلة. بعد ظهور بارقة أمل جديد، الكل يرجو رفع الإيقاف الدولي وعودة الأزرق من جديد للمشاركة في دورة كأس الخليج مع الأشقاء الخليجيين على أرض دوحة الخير. ناصر الفضلي لقناة الكأس الكويت. بعد بداية صعبة حقق القوى الجوية الفوز الأول في الدوري العراقي لكرة القدم. القوى الجوية انتزع نقاط مباراته أمام الطلبة التي أقيمت لحساب الجولة الرابعة. خيم التعادل دون أهداف على هذا الحوار حتى الدقيقة 93 بعد 90،
عندما سجل سمال سعيد مجبل هدف القوى الجوية في مرمى الطلبة. بهذا الفوز يعدل بطل كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أوضاعه في الدور المحلي. كسب الترجي الرياضي التونسي نقاط مباراة القمة أمام الغريم التقليدي النادي الإفريقي بعد أن تفوق بهدف دون مقابل. القمة المؤجلة لحساب الجولة السادسة من الدوري التونسي لكرة القدم منحت الامتياز للترجي ليعزز موقعه في أعلى هرم الترتيب العام، موسعا الفارق إلى 5 نقاط عن الصفاقسي صاحب المركز الثاني. دربي العاصمة التونسية شهد أجواء احتفالية رائعة في مدرجات الملعب الأولمبي برادس من إبداع جماهير الترجي الرياضي. ارتفاع الضغط في المدرجات لم ينعكس على وجه المباراة فوق المستطيل الأخضر، حيث خيمت الحسابات على الجانبين وحصرت المعركة على الفوز بمنطقة وسط الميدان. حارس مرمى الترجي علي الجمل بقي يتابع أحداث المباراة، وعلى الطرف الآخر انتظر حارس الإفريقي عاطف الدخيلي انقضاء نصف ساعة من اللعب ليجتاز أول اختبار بعد تصويبة من خليل الشمام جانب القائم. وفي وقت كان الشوط الأول يسير نحو التعادل دون أهداف، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للترجي بعد وقوع المدافع الغاني نيكولاس أوبوكو في المحظور ولمسه الكرة باليد داخل منطقة العمليات. ساسي فرجاني وبكل ثقة في النفس أخذ على عاتقه مسؤولية التسديد مانحا الأسبقية لفريقه بهدف حرر الجماهير. في الشوط الثاني ارتفع نسق المباراة، الإفريقي حاول الاعتماد على سلاح الكرة الثابتة، تصويبة من صابر خليفة في الدقائق الأولى لم تغير من الأمر شيئا، وبالمقابل اعتمد الترجي على أسلوب المرتدات وسرعة الظهير غيلان الشعلالي لاختراق دفاع الإفريقي والوصول إلى الشباك لكن دون أن يفلح في ذلك. كتيبة فوز البنزرتي حافظت على الهدف الوحيد حتى صافرة النهاية لتنجز المهمة على أكمل وجه. انتصار 9 نقاط ثمينة رفعت رصيد الترجي إلى 28 نقطة في الصدارة، أما الإفريقي فتجمد رصيده عند النقطة 11 في المركز 12. لأخبار قناة الكأس سمير بوخليفة الدوحة. النشرة ما زالت مستمرة معكم مشاهدينا وفي أبرز العناوين بعد هذا الفصل. يوبن يسقط في فخ التعادل أمام متصدر الدوري البلجيكي كلوب بروج. تحية من جديد. فوت فريق يوبن المملوك لأكاديمية التفوق الرياضي فرصة تحقيق فوز على متصدر الدوري البلجيكي لكرة القدم فريق كلوب بروج. يوبن الذي يعاني أسفل الترتيب اكتفى بالتعادل ليرفع رصيده إلى 11 نقطة. أنهى يوبن الشوط الأول متقدما بهدفين، حيث سجل أولا مبايلي في الدقيقة 9 الهدف الأول. بعد ذلك ب9 دقائق أضاف جوردان لوتيس الهدف الثاني. في الشوط الثاني استعاد كلوب بروج توازنه وتمكن من تقليص الفارق عبر دينيس بونفاتور في الدقيقة 68 قبل أن يعلن حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 90 لبروج انبرى لها رود فورمير بنجاح. وبهذا التعادل بقي بروج في الصدارة برصيد 41 نقطة. في الدوري البلجيكي أيضا أهدر ستاندرد بليج نقطتين ثمينتين عقب تعادله مع ضيفه رويال أنتوير بهدف لهدف. الفريق الضيف نجح في انتزاع نقطة التعادل بفضل حارسه سينان بولات الذي تصدى لركلة جزاء في الوقت بدل الضائع. وكان ستاندرد بليج السباق نحو التهديف بواسطة المهاجم البرتغالي أورلاندو سا في الوقت الممدد للشوط الأول. أما هدف رويال أنتوير فسجله جيفري هيرمانز في الدقيقة 72 من علامة الجزاء. بهذا التعادل يبقى رويال أنتوير خامسا في سلم الترتيب بينما ظل ستاندرد بليج في المركز السادس.
فشل فريق اليونيسا كولتورال العائد ملكيته لأكاديمية أسبير في تحقيق الفوز في دور درجة الثانية الإسبانية لكرة القدم. كولتورال اكتفى بالتعادل مع ضيف فريق الكوركون بهدفين لهدفين ضمن الجولة 17. بادر فريق اليونيس التسجيل منذ الدقيقة 12 عبر رودريغو ريوس قبل أن يدرك جوناثان بيريرا التعادل لفريق الكوركون مع حلول الدقيقة 38. خلال الشوط الثاني عاد اللاعب إردايك بيريرا بفريق اليونيس إلى التقدم بالنتيجة في الدقيقة 57، لكن وبعد دقيقتين تمكن ألبرت دوركا من معادلة النتيجة لفريقه. يشار إلى أن هذا التعادل هو 11 في رصيد كولتورال والثالث له تواليا منذ بداية هذا الموسم. في عددها الصادر صباحا تكشف موندو ديبارتيفو الكاتالونية خطة برشلونة للظفر بخدمات عرب الدوري الألماني. من جانبها تبرز ديلي إكسبريس الإنجليزية تصريحا للإسكتلندي بات نيفين كشف في سياقه صفقة مانشستر سيتي القديمة. التفاصيل مع أليس حكيم في قبل الطبع. تفضلي أليس. شكرا لانا، اهلا بكم في قبل الطبع وقراءه لابرز ما تحمله صحف اليوم. البدايه من الشروق الجزائريه التي القت الضوء على الوجهه المقبله للجزائري ادم اوناس المحترف في صفوف نابولي تحت العنوان التالي: نابولي يريد إعارة آدم أوناس إلى كييفو فيرونا. المدرب ماوريسيو ساري منح الضوء الأخضر لإدارة النادي الإيطالية لإعارة لاعبه إلى فريق آخر، وبخاصة أنه سيكون خارج مخططاته في الفترة المقبلة. أوناس يتجه نحو الانضمام إلى نادي كييفو فيرونا، حيث أبدى الأخير رغبته في تعزيز صفوفه بخدمات اللاعب. إلى إسبانيا، حيث تكشف موندو ديبورتيفو عن خطة برشلونة من أجل الظفر بخدمات نجم شالكي ليون غورتيسكا تحت العنوان: هذا هي طريقة المفاوضات مع غوريتسكا. الصحيفة ذكرت أن اللاعب الملقب بعراب الدوري الألماني سينتهي عقده نهاية الموسم الحالي مع ناديه، ويحق له في يناير المقبل التفاوض مع أي ناد. موندو أضافت أن برشلونة وبايرن ميونخ في مقدمة الأندية التي ترغب في التعاقد مع اللاعب المميز، مع متابعة دقيقة من أندية مانشستر سيتي، أرسنال، اليونايتد ويوفنتوس. ننتقل من كاتالونيا إلى مدريد، وقرار جديد من إدارة اليونايتد بشأن جاريث بيل نتابعه من أس تحت العنوان التالي: مانشستر يونايتد يخفض عرضه لضم بيل. الصحيفة أشارت إلى أن إدارة الشياطين الحمر ترى أن الحالة التي عليها مهاجم ريال مدريد ليست جيدة، ومع إصرار المدرب جوزيه مورينيو على ضمه لم يجد المسؤولون في النادي الإنجليزي سوى تخفيض العرض المالي الكبير إلى النصف، وذلك بسبب الإصابات المتكررة للولزية. أس أضافت أن السبب الثاني يأتي في ظل سعي إدارة الملكية لضم الحارس ديفيد دخيا من اليونايتد لتكون صفقة تبادلية دون دفع أي أموال أخرى الصيف المقبل. إلى ديلي إكسبريس الإنجليزية التي تبرز تصريحا الإسكتلندية باتا نيفا، ويقول جناح تشيلسي الأسبق: السيتي يستهدف أندرياس كريستانسن في فترة الانتقالات المقبلة. إذا نجم البلوز الأسبق أكد أن إدارة مانشستر سيتي ترغب في التعاقد مع صخرة دفاع الفريق اللندني بعد تألقه في الفترة الأخيرة. من جانبها ترى الصحيفة أنه رغم تصريحات نيفا إلى أن النادي لن يفرط في مدافعه بسهولة، لا سيما أن الدولة الدنماركية بدأ يفرض نفسه في خطط أنطونيو كونتي بديلاً لديفيد لويز، حيث كان أساسيا في المباريات الأربع الأخيرة للفريق. مشاهدينا، كانت هذه جولة سريعة بين عناوين عدد من صحف اليوم الاثنين. أشكر متابعتكم لفقرة قبل الطبع، وعودة للزميل لانا العادي.
شكرا أليس. عزز ايندهوفن صدارته في الدوري الهولندي بتحقيق الفوز 13 من اصل 14 مباراة. الضحية الجديدة للمتصدر كان فريق سبارتا روتردام بنتيجة هدف دون رد. سجل هدف المباراة الوحيد لوك دي يونغ في الدقيقة 52. هدف كان كافيا لفريق ايندهوفن حتى يرفع رصيده الى 39 نقطة بفارق 8 نقاط عن ملاحقه المباشر الكمار. قبل الختام هذا تذكير بأبرز عناوين نشرتنا. منتدى قطر لاستمرارية الأعمال يشيد بقوة الاقتصاد الوطني وبقدرتها على استكمال المشاريع المونديالية الكبرى بكفاءة عالية. في ثالث جولات دوري السلة العربي يتخطى الشمال والوكرة يتفوق على الريان. مجلس الأمة الكويتي يجيز القانون الجديد للرياضة تمهيدا لرفع الإيقاف الدولي. كان في النشرة أيضا يوبن يسقط في فخ التعادل أمام متصدر الدوري البلجيكي كلوب بروج. ختام النشرة قدمنا لكم من مركز أخبار قنوات الكأس في قطر. إلى اللقاء.